قول لي بقى مباراه الاهلي والزمالك اللي جايه يوم الخميس اللي جاي بعد الاهلي ما حسم بطوله الدوري هتشوفها فين؟ بص، هو بغض النظر عن ان الاهلي حسم اللقب بطوله خاصه، طبعا انت عارف ان ماتش الاهلي والزمالك ما نقدرش ننكر ان الزمالك طبعا والاهلي او الاهلي والزمالك ماتشاتهم دايما بطوله لوحدها. وطبعا كل الجمهور بيستنى فرقته تكسب علشان طبعا انت عارف الاجواء طبعا اللي بتحصل في الحاجات اللي زي دي. اتمنى طبعا المكسب لفرقتنا ويفرحونا ان شاء الله يعني، وان شاء الله تكون مباراه تليق بالقمه المصريه للاهلي. دي اهم حاجه طبعا يعني، ما تخرجش بره اطار التنافس الرياضي. نتفرج على كوره حلوه يعني، نتفرج على ماتش حلو وروح حلوه بين الفرقتين، لان في النهايه برضو انا يعني عايز اقول للجمهور اللعيبه دي كلها اصحاب، وبعد الماتش بيخرجوا يتقابلوا ويقعدوا مع بعض ويخرجوا مع بعض ومفيش اي حاجه يعني، انما في الملعب هو تنافس على مين اللي يكسب. فاتمنى ان هي تبقى مباراه تشرف اسم الكره المصريه، لان مش جمهور مصري بس اللي بيتفرج، الوطن العربي كله بيتفرج على الماتش ده، لان اهم فرقتين في افريقيا يعني. حقيقة. ويظل قيمه الاهلي والزمالك قيمه كبيره في الرياضه المصريه وفي الوطن العربي. طبعًا. عايز اسمعك حاجه بقى كده واحنا على الهوا، اشوفك يا ترى فاكرها معانا ولا لا. سمعونا كده يا شباب. فرحتونا كتير مهما عملنا قليل، وهو جي اليوم اللي فيه ليكن رد الجميل. فرصة وانت معايا على الهوا دلوقتي اشكرك، اشكرك قدام الناس كلها انك انت اهديتنا الكلمات الجميلة واللحن والاغنية الحلوة دي اللي احنا عملنا بيها البرنامج رد الجميل في رمضان سنتين. فانا فرصة يعني اشكرك، واحنا شايفين دلوقتي كان معانا على الصورة دلوقتي رموز بقى كل الاندية المصرية والعلاقة الطيبة، كابتن محمود الخطيب، الكابتن حسن شحاتة، كل نجوم الاهلي والزمالك واسماعيلي ومقاولين وترسانة ومحلة، وانت كنت طبعاً صاحب الاهداء الاغنيه الجميله دي يا ايسر. يا حبيبي لا مفيش، ما تشكرنيش على حاجه، ده يعني ده واجبنا كلنا ان احنا يعني انا قلت اشارك معاك بحاجه صغيره في تكريم الاساطير الكبيره اللي كنا واحنا عيال صغيرين بنتفرج عليهم ونستمتع بيهم يعني، ده حقهم علينا. فما تشكرنيش على حاجه، بالعكس ده انا اللي بشكرك ان انت خليتني جزء من التكريم ده. لا حقيقه اول ما قلت لك الفكره وفكره البرنامج على طول تاني يوم كنت يعني عملت العمل العظيم اللي انت عملته لنا واهديته لنا، وكان يعني هديه منك لقناه الاهلي وبرنامج رد الجميل. فانا مره تانية بشكرك على قناه الاهلي يا هيثم. دي حاجه تشرفني، وما فيش، ما تشكرنيش على حاجه، انا ما عملتش اي حاجه وده حقهم علينا وحق النادي اللي انا بشجعه عليه برضه يعني. وانا بشكرك شكرا جزيلا، وهنستناك بقى حلقه في قناه الاهلي نتكلم بقى في الرياضه وفي الفن وفي اغانيك الجميله اللي مكسره الدنيا. خليك يا حبيبي، متشكر جدا، متشكر جدا.